السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. قبل يا اخوان ما نحكي عن كلب الكنجال التركي، كنجال اقعد اقعد. طبعا الكلب سميناه كلب جاك، كلب جاك كان عندي ضخم زيه وعملاق. المهم اقعد، تحبش الدلع؟ انا الدلع ما بحبه. عليك راس زي راس الطريه ضخم. شوفوا ايديك، طلعوا ايديك تحت. اقعد هات ايدك. شوفوا ايدي ما اضخم ايدي. عليك كفات ايدين قد ايدي. طبعا يا اخوان اللي بحب يتابعني على التيك توك، صرت اعمل لايفات على التيك توك. انتوا عارفين الوضع عندنا من سنتين اخوان سيء جدا على اليوتيوب. سنة توقفنا بالكامل والان علينا زي قيود. المهم اقعد. بعمل لايفات على التيك توك، تحديات. اللي بحب يتابعني راح احط له الرابط على الوصف وعلى التعليقات، رابط التيك توك. اقعد اقعد، راح احط لكم رابط التيك توك على الوصف على هذا الفيديو وعلى التعليقات. المهم كلب الكنجال بعد ما كان عليه الاف الاف الكراد والاف البرغوث وتخلصنا منه واعطيناه كمان قرص دواء خوفا من انه يصير معه مرض بالكبد، اعطيناه ادويه والحمد لله الوضع تمام والكلب فيه تحسن. ممكن يصل كلب وزن هذا الكلب فوق ال 100 كيلو يا اخوان، لكن احنا ما بدنا ننصحه اكثر من هيك عشان يضلوا ايديه وجريه مناح. طبعا الكلب ضخم وعملاق لكن بالتصوير ما ببين. تعال محمود خذ وامشي فيه. سحب محمود. سحبه. الكلب ضخم حتى الناس لما تشوفه بتقول لك شو هالكلب الضخم. اوعى 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 اهرب اهرب اوعى يفلت اوعى. شد شد محمود شد اوعى يفلت. والله بسحب. سحبك؟ فضحتنا. روح اسحب اسحب. بس يا ببغاء بس. شوي شوي مشي شوي شوي. سحبك؟ جار. اه
طبعا الكلب عملاق. المره الجايه يا اخوان بنفرجيكم كيف لما يشوف كلب بنجن. طبعا هو هذا من اقوى كلاب العالم يا اخوان بدون منافسه. قوي جدا، اذا نوى يهجم بهجم، يعني تستعينوش فيه. المره الجايه بنفرجيكم ارتفاعه لما يوقف، لما يوقف بنفرجيكم الارتفاع والعلي تبعه. يعني انا طولي بالضبط متر، طولي متر وخمسة وثمانين بالضبط، بس المشكلة اكيد ما بقدر اوقف. وقف هلا هلا سلامات. ضخم الكلب، مش قادر ترفع؟ ارفع. اللي بيحب يتابعني على التيك توك، صرت اعمل لايفات على التيك توك. انتوا عارفين الوضع عندنا من سنتين اخوان سيء جدا على اليوتيوب. سنة توقفنا بالكامل والان علينا زي قيود. المهم اقعد بعمل لايفات على التيك توك، تحديات. اللي بيحب يتابعني راح احط له الرابط على الوصف وعلى التعليقات.